من نصائح المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسين السيستاني للشباب المؤمن: من حجب عنه وجود الله سبحانه والدار الآخرة فقد غاب عنه من الحياة معناها وآفاقها وعاقبتها، واظلمت عليه المسيرة فيها، فليحافظ كل واحد منكم على اعتقاده بذلك، وليجعله أعز الأشياء لديه كما هو أهمها، بل يسعى إلى أن يزداد به يقينا واعتبارا حتى يكون حاضرا عنده، ينظر إليه بالبصيرة النافذة والرؤية الثاقبة، وعند الصباح يحمد القوم السرى.